بخصوص استضافة المملكة العربية أو ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم 34، أنا أعتقد أن المملكة قادرة على استضافة نسخة استثنائية جدا. كأس العالم 2034 للسعودية ما في شك أكيد. أنا برأيي أنه هذا الشيء طبعا عبارة عن فرصة رائعة وازدهار وراء ازدهار لمنطقة الوطن العربي أخيرا، أنه عندنا فرصة أنه نعمل أشياء عالمية. السعودية قادرة تحتضن كأس العالم 2034 وعندها من الإمكانيات اللي تأهلها باش تحتضن هذه الدورة. خلال 12 سنة تم استضافة كأس العالم 3 دول عربية، هذا إنجاز بكل المقاييس، خاصة في ظل التطور الكبير اللي شهدته في العام الأخير، والدوري روشن الحين أصبح من أكبر الدوريات في العالم واستقطب أكبر نجوم العالم. موضوع التنازلات وما تنازلات، يعني الأشياء العوائق اللي كان ممكن تكون عوائق بالماضي أصبحت الآن في طي النسيان. السعودية بانفتاح دائم وبتطور دائم. السعودية لن تتنازل على المبادئ، ونتمنى نفس ما حضروا في قطر في كأس العالم يحضرون في السعودية ياخذون مبادئنا. ما أعتقد أنه هذا الشيء رح يخليهم يضطروا يتنازلوا عن أي شيء، لأنه الرياضة ما بتتعارض مع أي من المبادئ العربية ولا الإسلامية، وممكن يكون جدا ناجح ومن دون ما يضطروا يتنازلوا عن أي شيء برأيي. في السعودية في بنية تحتية رائعة جدا، وأنا أعتقد أن السعودية عندها قدرة على استضافة نسخة استثنائية. إذا 2022 كان لقطر لازم يكون 2034 للسعودية، هذا شيء محسوم أنا من وجهة نظري. التنظيم أكيد رح يكون أكثر من رائع، ما في أي شيء، وإن شاء الله يفوزوا. قادرين إن شاء الله.